أهلا وسهلا بكم في درس سريع وبسيط. سنرى كيفية اعتماد خط عربي جميل في سمة واجهة سينامون، كما سنرى نظرة عامة عن كيفية تصميم سمة خاصة بنا. السبب الرئيسي لهذا الدرس هو تطبيق لنرى كيفية اعتماد خط عربي في واجهة سينامون، لأن الواجهة لا تعتمد الخط الذي نختاره في إعدادات النظام. مثلا على توزيعات لوكسمنت، لو دخلنا إلى إعدادات النظام إلى الخطوط واخترنا خط هنا، فالخط يعتمد في النظام كما تلاحظون في البرامج في مختلف أجزاء النظام، لكن بالنسبة للواجهة واجهة سينامون فهي لا تعتمد ذاك الخط، بل يكون لها خط خاص بها يحدد في السمة الخاصة بها. إذن مثلا كما تلاحظون في القائمة هنا لدينا خط مختلف عن الخط الذي اخترناه في إعدادات الخطوط، بالنسبة للتاريخ أيضا، بالنسبة لشريط التنبيهات وما به من مكونات. إذن لنغير هذا الخط يجب أن نغير في سمة سينامون يدويا، لذلك سندخل على مدير الملفات برنامج نيمو في توزيعات لينكس مانت. التطبيق يمكن أن يكون أيضا على توزيعة أخرى تعتمد على واجهة سينامون. بعد ذلك ننتقل إلى نظام الملفات User Share مجلد سينامون، هنا ثام، وهذا هو المجلد الخاص بالسمة الذي يجب أن نعدل عليه أو نضيف إليها الخط الذي نريد أن نعتمده كخط خاص بالواجهة. نقوم بفتحه بصلاحية الروت لأننا الآن نتواجد في مجلد خاص بالروت، لذلك نضغط يمين وهنا نفتح Open as root، افتح كمدير، ندخل كلمة السر الخاصة بحسابنا وسيفتح لنا نفس المجلد، لكن بصلاحية الروت الآن يمكن أن نضغط مرتين سيفتح لنا الملف ولنا صلاحية التغيير فيه. الخاصية المسؤولة عن الخط في هذا الملف هي خاصية Font Family، فبعد النقطتين نضيف الخط الذي أريد أن أعتمده في السمة، بعد ذلك أضغط على أحفظ. إذن اسم الخط متبع بفاصلة وأترك البقية. الآن سأقوم بالرجوع إلى السمة، سأغيرها وأعود إليها مرة ثانية ليأخذ التغيير مفعول. إذن هذه هي السمة الأصلية، والآن نرى هل تم تفعيل التغيير. إذن الآن نرى أنه تم اعتماد الخط الذي اخترته في مجلد أو في ملف السمة في أيضا في باقي أجزاء أو مكونات العارضة والسمة أو سمة الواجهة بصفة عامة. الآن لو أردنا نحن أن نصمم سمة خاصة بنا لواجهة سينامون، فما هي الطريقة التي يمكن أن نتبع؟ الآن سأقدم نظرة عامة فقط، حيث أنه يمكنك، سأغلق هذا النافذة، فيمكنك الرجوع على نسخ هذا الملف أو المجلد، Ctrl C، العودة إلى مجلد المنزل، هنا إظهار الملفات المخفية، طريقة تعطيك Ctrl H، وهنا انتقال إلى مجلد themes.themes أو إنشاؤه في حال لم يكن موجود. بعد ذلك تقوم بإنشاء ملف، إنشاء ملف جديد تعطيه اسم السمة التي تريد أن تصممها، مثلا سميها My Theme أولا، اسم فقط أولي، وتدخل إليها تقوم بنسخ المجلد الذي قمت أو بلسخ المجلد الذي قمت بنسخه، تعطيه أو تغير اسمه عن طريق الضغط على F2 وتعطيه اسم سينامون، يجب أن تعطيه اسم سينامون. الآن يمكنك أن تغير في هذه السمة كما تريد. للتغيير تدخل على مجلد أو على ملف سينامون، هنا ستلاحظ أنه بامتداد css.css، أي أن مطوري الويب سيكون لهم فكرة واضحة عن المكونات الموجودة هنا. هذه الخاصيات فهي الخاصيات الخاصة بالCSS لمطوري الويب، يمكنهم معرفة معناه. ما سيتبقى لهم هو معرفة أسماء المكونات الخاصة بالواجهة، مع بعض التجربة والتطبيق يمكن أن يعرفوا أسماء كل جزء مكون لهذه الواجهة، وبالتالي التغيير فيها ليغيروا الألوان، على بعض التأثيرات، بعض الصور. بالنسبة للصور فأيضا كما تلاحظون هنا، الصور هي هذه الصور هي الصور المكونة للسمة الافتراضية واجهة سينامون. هذه الصورة الخاصة بالقائمة مثلا، هذه الصور الخاصة بقفل أو فتح خدمة معينة. فلو لاحظت أنها بامتداد SVG، ومن تابعنا
تابع معنا دورة التصميم بإنكسكيب سواء على المجمع أو في قناة المجمع الإعلامية، فيعرف أو يتذكر أن هذا الامتداد هو خاص ببرامج التصميم الشيوعي، وبالتالي يمكنك أن تفتح هذه الصور ببرنامج إنكسكيب وتغير فيها وتستعملها في السمة الجديدة الخاصة بك. النتيجة يمكن أن تكون على الشكل التالي، حيث أنه حين تقوم بفتح، يجب أن أغلق وأعود للسمات. حين تقوم بفتح مجلد السمات ستجد أن السمة الخاصة بك أضيفت هنا، يمكنك أن تضغط على أبلاي فتأخذ أو يأخذ النظام السمة الخاصة بك. الآن لم أغير في سمة سينامون أي شيء، لهذا ليس هناك أي فرق. مثلا أنا قمت بتغيير أو بتصميم سمة خاصة سميتها بفنة، الآن لو قمت باحتمالها فهي هذه السمة. أيضا قمت بتغيير الخطوط لتكون عربية مع بعض تغيير في الألوان، اعتمدت بالأساس على سمة فاينس، قمت ببعض التغييرات فقط لإضافة بعض التأثيرات وبعض الخطوط الخاصة باللغة العربية. إذا من يريد تصميم سمة خاصة به بسينامون فشيئين مهمين بالنسبة له: إتقان تقنية CSS و التصميم الشيوعي للتغيير في الصور. هذه الصور هي الخاصة بمصغرات السمة، يمكنك أن تضع المصغرات الخاصة بالسمة بك مثلا كما قمت أنا هنا. إذا بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس. كنا رأينا فيه كيفية اعتماد خط عربي جميل في واجهة سينامون، ونظرة عامة على كيفية تصميم سمة خاصة بنا. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.